السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الفرق بين نظام الفيم ونظام الكاد؟ طيب ايه هو الكاد؟ كاد كمبيوتر اي ديزاين او كاد اي درافتسمان. هي الفكرة كلها ان بدل ما انت كنت بترسم بايديك، لا بترسم على الكمبيوتر، فانت بترسم خطوط، بترسم اقواس، بترسم دواير، بس ما تقدرش تقول ان ده حيطة، ان ده شباك، لا. وعشان كده لما تيجي تاخد سيكشن او تاخد مسقط او تاخد قطاع، لازم تقعد ترسمها حاجة تانية عكس الفيلم. انت بترسم المبنى كله بجميع العناصر، وتقدر تاخد سكشن في اي مكان، او تاخد قطاع، او تاخد اليفيشن زي ما انت عايز. فهو بيتعامل على المجسمات، ملوش دعوه بال2D. 2D بيظهر لوحده، فما بيرسمش مثلا حيطه يقعد يرسم خطين ويقول لك ان ده حيطه، لا ده بيرسم فعلا حيطه. فعشان كده النتائج مذهله، بتقدر تحصل على اي مسقط واي قطاع واي نموذج ثلاثي الابعاد في اي جزء في اي حته سوري. كنت لسه نازل موقع من كام يوم، فالناس اللي هناك كانت منبهره، اي حته يشاور عليها هيجيب له سكشن 2D و3D في ثانيه. فلما بتعمل اي تعديل، بيظهر تعديلات في نظام البيم في ثانيه في كل حته، ما ينفعش يظهر في مكان وما يظهرش في مكان تاني. عكس الكات، لازم كل واحده تروح ترسمها، وممكن تنسى ترسمها في مكان. يعني على سبيل المثال، لو انت عندك مثلا شفط وعدلته في الدور الاولاني، ممكن تنسى تعدله في الدور التاني او التالت، او تنسى تعدله في لوحة الدرينج. فعشان كده الكاد مش صالح ان هو يتعامل مع الـ المباني. فعشان كده نبذجة معلومات البناء فيها مكتبة حلوة قوي، ثلاثية الابعاد لجميع العناصر. تدخل على اي شركة تلاقيها بيقول لك حمل العنصر البيم بحيث تقدر تشتغل بيه، وهو طريقة حلوة عشان تنشئ المبنى قبل تنفيذه في الواقع. محاكاة رقمية لكل خصائص المبنى الفيزيائية والوظيفية، مش بس الطول والعرض والارتفاع، لا ده كل العناصر، كل الخصائص اللي عايز تحطها تقدر تحطها. فلما بنقدر نشتغل بنظام تقنية البيم، فده مختلف ان انت تقدر ترسم 2D و3D. يعني كده ممكن ترسم 3D بس ما فيهوش اي انفورميشن خالص، مفيش اي معلومات. فالاعتماد لما بتيجي ترسم نموذج بيم للبنية، ان انت معاك عناصر ذكية، اوبجكت ذكية، سمارت اوبجكت. فهو مختلف تماما عن نموذج الكات، ما يعتبرش تطور ليه، لا يعتبر حاجة مختلفة تماما. فتقدر تعرف الحيطة مثلا من حيث السماكة والطبقات والخامات ومادة كل طبقة، وتقدر تعمل حصر، تعمل كلاشات. ولما تحط باب في قلب الحيطة، هيبدأ يطرح لك المساحة بتاعة الباب من قلب تحت الحيطة. فبيديك نتائج ومعطيات كتيرة ما تقدرش توفرها في الكيت. ومع التكرار ما بياخدش البيم وقت أطول من الكيت، لأ ده هي بس في الأول عشان الناس تتدرب، وبعد كده بيبقى عندك المكتبة بتاعتك اللي تشتغل وتكون سريعة معاك. هو اللي خلى البيم يظهر إن إحنا لقينا مشاكل كتيرة في الكيت، إن هو ممكن يرسم حاجة حتى لو غلط. يعني لو قلت له ارسم باب بره الحيطة، هيرسمه بدون أي مشاكل. ما وبرضه حتى مثلا لو احنا بنتكلم بين برامج البيم والماكس، لان هو من اقوى البرامج الاظهار، بس هو مش مختص في الحياة الهندسية. او ممكن يرسم حتى افلام كرتون ويرسم اي حاجة. هو كويس جدا ان هو يرسم كتل ويعمل تراوت ويتحكم في الخامات ويظهر بشكل كويس جدا كشكل. وممكن حتى نستخدمه ان احنا نعمل موديل على البيم ونقول له اظهره في 3 دي ماكس. بس هو ما تقدرش تعمل سيلكت عنصر وتعرف ان ده خصائصه ايه، مثلا ان ده مثلا كيبل تري، او ان ده اي حاجه. فلما تشتغل على البيم هتلاقي المزايا كتيره ان شاء الله، ويا رب يعني تدعوا لنا وما تدوش عليكم.